حنا الحمد لله دابا لحد الساعه كنعاني ونعاني من بعد المشاكل ديال لي تريبورتور وديال لي كوتشي بان قاعه بالمحطه ديالتها ديال الطاكسيات كتوقف على ما يراقم على ما ينازز ما بين 60 طاكسي حتى ل 70 طاكسي كتوقف في هذه المحطه، وكنعانيو من المشاكل ديال لي تريبورتور. ها هما ورانا، ها هما كاينين هما لي كوتشي، والامام ديالنا عاوتاني في القدام عاوتاني كاين تريبورتور كاين الكوتشي، وعاوتاني مشكل ديال الطريق ديال ولاد احمد جميع الازقه ديالتها متدهوره. هذه قاعه 50 الرحمه دار بوعزه اقليم النواصر. راسلنا اجتمعنا مع الامن مع السيد الباشا، ما راسلنا جميع المؤسسات المعنيه بالامر، ولا من ينادي ولا من يطبق، يعني الاجتماع كيدوز كاين وتا حاجه ما كاينه. اي اجتماع كندوزو فيه طلبات ديالكم مقبوله وان شاء الله حنا معاكم، وراه ما كاينه حتى شي حاجه ليومنا هذا. ليومنا هذا الحمد لله دابا حنا باقيين دابا الحال كنعانيو دابا. ها هما لي تريبورتور، ها هما في الامام وفي الوراء. هما لي تريبورتوات تيدي 12 بلاصه من المشروع الى الولاد احمد كيمشيو بخمسة درهم للبلاصه، 12 بلاصه. يعني احنا الطريق هذه احنا الطريق محبوسه من مدينه الرحمه الى تيمشيو مالي تريبورتوات، لا مالي تريبورتوات لا الكوتشيه تيمشيو من مدينه الرحمه 100 ريال، 12 بلاصه هازه في الكوتشي ولا في تريبورتور، والطاكسي تيدي 4 البلايص. احنا وين نشوفوا التريبورتور اللي تيدي 12 بلاصه والطاكسي تيدي 4 البلايص؟ على ما كاينش القانون، ما كاينش المخزن في البلاد. احنا عندنا الطريق عامره من مدينه الرحمه تيمشيو مالي التريبورتور تيمشيو حتى لولاد احمد، فتح ثلاثه فتح اربعه تيمشيو 12 بلاصه، والطاكسي تيمشي من هنايا ب 4 البلايص. المشاكل اللي عندنا اللي كنعانيو منها هو النقل السري والعشوائي، التريبورتور والكراول والى اخره. يعني كاينه واحد العشوائيه عامه هنا بمدينه الرحمه، وحنا ان شاء الله كنطلبوا من السلطات المحليه باش تدخل باش تحاول يعني تدير واحد الحد لهذ العشوائيه اللي كاينه بمدينه الرحمه. وإضافة إلى الطريق ديال مولاي التشامي راه طريق كارثية بمعنى الكلمة، يعني السيركيلاسيون ثقيلة بسبب الأشغال والإطرافو والحفر اللي يعني بهذ الأمطار اللي نزلت علينا هذه الأيام كنعانيو من هذ الحفر، وها كنطلبوا من السلطات المحلية تدخل باش دير على الأقل عملية ترقيعية لهذ الحفر اللي كاينة في طريق الرحمة، يعني من الولفة حتى المولاي التشامي.